آسفي على دمعي، على وجعي، على اللي ضاع من العمر. آسفي على روحي، على جروحي، على جمر بيك والصدر. جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل، جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب، لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر. مريت ومشيت بأماكن بعرفها، حسيت غربي لأ ما في وصف. نفس العيون بس وين نظرات الدفا، نفس العيون بس وين نظرات الدفا. وين الوفا؟ شو يلي صاير بالخفا؟ جبلي صبر يا زمن، جبلي صبر. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا، رضا عن حب الخير وما عندي أنا. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا، رضا عن حب الخير وما عندي أنا. عز وفقر ولازل مجبول بغنى، ظلم وقهر بس هالظهر ما بينحنى. جبلي صبر يا زمن، جبلي صبر. بدي اعرف جرائمك ليه ما عم ترد علي؟ وينك انت؟ خلصت شغل وراجع على البيت. وليش حضرتك ما قلت لي انك عم تشتغل عند سامر؟ والله ما صحني، يعني ما صدف وفضيت هيم جنابك. بعدين شو بيقربك سامر؟ قصة طويلة بحكي لك اياها بعدين. طيب نرجع لسؤالي الاولاني، فيني افهم ليش جنابك ما عم ترد علي؟ متضايقة شوي. ومبارح؟ خلصنا طارق، عم اقول لك متضايقة شو صار لك؟ ما صار لي شيء، بس يعني بظن انه من حقي اعرف شو اللي عم يصير معك. طارق انا مسودة الدنيا بوشي، عم يصير معي قصص ما بتفوت بالراس. طب احكي لي. بس شوفك حبيبي بحكي لك. طيب عندي لك خبر حلو. دبرت لي المصاري؟ لك شو المصاري؟ قلت لك المصاري جاهزين، مو هذا الخبر. لك عن شو؟ بس شوفك بحكي لك. بس انا يمكن ما اقدر اشوفك بهالكم يوم. ليش مو نازل معي بكره؟ لوين بدي اروح؟ على المعهد. أنو معهد؟ نقبلنا، نقبلنا يا هبلة. طارق عم تمزح؟ والله نقبلنا. قول والله. لك ليش دي امزح معك؟ عم قلك نقبلنا. طارق أنا بحبك، 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 كثير بحبك.
قولي والله. والله. إن شاء الله بيقبرني الله. إيه. غليظ. طيب ماشي يلا. بشوفك بكرة. إيه. هيك ها. هلا صارت المعاملة النظامية. هويتك لو سمحت. مو شفتي هذيك المرة؟ إيش هو الشغلة للشبع؟ ولا مايك حق والله. لأنه أنا هويتي ما بيشبع منها. تفضلي. معاملتك من عندي صارت خالصة. تفضل. وهلأ شو بيضل علينا مشان نبلش؟ بقيها نعمل زيارة على أرض الواقع. معاينة. ايه يا أهلا وسهلا. بتشرفي وبتنوري أنت ومين ما بدك. بهاليومين إن شاء الله. يعني حسب جدول مواعيدي. لك لا شو يومين. يعني قصدي لو سمحتي إذا في مجال تعجلي شوي يعني. الله يخلي لك شبابك. تكرم يا سيد. رح حاول أسرع بالموضوع قد ما بقدر. هلا إذا بتحبي بيجي أنا باخذك بعيوني بسيارتي. آسف. أستاذ سامر، الحدود اللي بيناتنا صارت واضحة. يعني أنا طالعة بمهمة رسمية، ماني رح زيارة لعندكم على البيت. أهلا وسهلا فيك، شرفت. تفضل. عفوا استاذ عدنان، بس انا محتاجك موضوع ضروري. انا جاي شريف. ما يأمر عليك ظالم. الحقيقه انا بالفتره الجايه مضطر اخذ اجازه، مشغول مع خالي شوي فما راح اقدركم بالمكتب. سبق وخبرتني عن قضيته. شو صار معك؟ جبت الملف؟ ايه مش الحال، جبناه رفيقه جاب له اياه. كثير منيح. شوف انا ما نسيت الموضوع، حكيت مع شخص مهم وقال لي شو بدكم بالوقت المناسب انا حاضر. بس طالما مشي الحال خلص. شكرا كثير استاذ. شو مشان الاجازه؟ انا اسف مضطر كثير. شوف يا استاذ احمد، انت بتعرف منيح انه انا ما فيني استغني عنك. بس اذا مصر ومضطر خلي دوامك بالمكتب حر. بس المهم انك تتابع القضايا اللي مستلمها حتى لو ما دوامك بالمكتب كثير. قديش بتعتقد قصه خالك بالدوات؟ والله ما بعرف. ماشي يا احمد. اعتبر المكتب مكتبك، يعني بجوز احتاجك ببعض المرافعات. كل اللي بدي اياه منك انك تكون جاهز. اكيد استاذ، وشكرا كثير لحضرتك مره ثانيه. وانت بتعرف لو ما كنت مضطر ما كنت حكيت معك. وريني امك. بتمنى لك التوفيق. صباح الخير يا قمر. سعد لي صباحك يا عيني. يا عيني. وانا غريت، انا كمان بدي بوسه. هاتيها. شو حبيبي؟ قررنا نروح على الجامعة؟ خلص ماما، أنا من اليوم ورايح قررت كل يوم أنزل وأحضر. دوري. ماما، بخصوص حديثنا امبارح، بدي أقول لك إنه أنا ماما، حبيبتي خلص، أنا قررت إنه هذا الموضوع ما عاد نفتحه وخليه يمشي بشكل طبيعي. أنتِ رح تبقي ماما وأحلى أم بالعالم، وبابا رح يبقى بابا. بعدين أنا بكفيني إنه لما كنتِ بقمة انزعاجك، قلتي إنه هو مستحيل يعمل هاي العملة. يلا امشي تأخرنا. مع السلامة. باي حبيبي. لا خير، شو صاير معك؟ شغلة هيك زعجتني. ايه لا، سلامتك من الازعاج. وبتخبي على سهورتك؟ احكي لي لشوف شو في. خلصنا سارة، الله يرضى عليكي. بتعرفيني ايش كان بدي احكي بحكي، مو جاي على بالي احكي. لك صحيح نسيت قلك، اخذت اخواتي ورحنا نتغدينا عندك بالمطعم. بالله، وامتى رحتوا؟ امبارح. ان شاء الله كله كان تمام، ما في شيء زعجكم؟ لا لا، عن جد كله تمام. كثير كثير دللونا، كثير حباب هذا المدير. ايه لانه هاد مره شافك معي فكرك بتخصيني. شو يعني بيعرف اني بخصك؟ ما تكون قايل له شيء حجي. الله يخليك، انا مو ناقصني وجع راس. لك وجع راس شو؟ شو مفكرتي صاحبي واخر رضي لتحكي له كل شيء؟ خلص بيعرف انك انت مديره بالشركه عندي. دايا دايا سهر، موبايلي عم بيرن. لك عم قل لك لحظة، موبايلي عم بيرن. ألو. مرحبا حجي. أهلين سامير، شوفي يحكي بسرعة، معي خط تاني. لا ما في شي، بس حبيت قل لك شو صار معنا بخصوص المعرض. داي يا بي، خليك معي. على كل حال أنا منتظركم بالمكتب.
ايه مشان الصور لا تتاخروا. ماشي حاضر يلا سلام. الله معكم مع السلامه. وشو صار بالمعامله؟ خلصتها؟ بس والله يا حجي هي المهندسه مو قبلانه غير تروح تعاين بنفسها. شو عليه؟ هذا شغله. أمك حجي بس حبيت اقول لك شو عم يصير معانا مشان ما تفكرني مقصر بشغلي. لك ابني انا كل اللي بيهمني المخلوقة تشوف شغلة وما حدا يضايقها، ودير بالك تتزاكى وتعرض عليها مصاريها، فهمان؟ مو ناقصني وجع قلب ومشاكل. تيسر روح. على السلامة. والله ما عم صدق. ما عم صدق يا اختي قديش قلبك قسيان عليه. والله ما بعرفك هيك. لك اخوك مظلوم. والله يا أختي أنا اللي مظلومة، أنا اللي واقعة بين نارين. نسيتي أفضاله على جوزك؟ نسيتي قديش كان يدينه؟ قديش كان يدفع له أجار بيوت؟ لك وغيره وغيراته؟ مظبوط والله أنا ما بنسى، مظبوط. كان رؤوف أوضاعه المادية تعبانة وما كان معنا مصاري، ووقتها أخي كمال ما قصر. بس كمان أنا رؤوف وعدني إنه يساعد أخي كمال، يعطيه قرشين خليه يدبر أموره فيهم. هلا هيك بنظرك؟ الأمور بتنحل بمصاري وبس؟ أخوكي حالته منيحة وما نبعزة. لك أختي أنت ليش هيك بتاخديها؟ مو أنت عم تقولي إنه كمال ساعد رؤوف لما كان محتاج؟ إيه طيب هلأ رؤوف الله عاطي، شو فيها إذا عطى أخوكي كمال قرشين؟ أخوكي مو مشكلته المصاري، في غصة بقلبه لأنه ما شافك لهلأ. طيب شو قله إذا سألني عنك؟ يا أختي الله يخليك ببوس ايدك، لا تزيديها علي، والله مو طالع بايدي شيء. بيطلع بايدك واجب اخت لاخوها، تجي تسلمي عليه وتهنيه بطلعته. ما بقدر لك اختي ما بقدر. ما بتقدري تشوفيه ليش؟ اعطيني سبب. جوزك ما بده؟ قولي لي، بقول له لاخوكي على القليله بتكون اهون عليه. اختي الله يرضى عليكي، جوزي لا تدخلي لي اياه بالنص، هي انا عم بقول لك. الله وكيلك مو ناقصني مشاكل، أنا من غير دفع عم برقص، جوزي عم يبهدلني على الطالعة والنازلة، لذلك لا تجيبي لي اسم جوزي بالنص. كتر خيرك أختي. حاضرك. صباح الخير يا حجي. أهلين عدنان، صباح الخير. شو شايفك مو على بعضك؟ بما إنك مو على بعضك جايب لك خبر بسر قلبك وخاطرك. قريته عدنان. قريت اللقاء وعجبني. طيب طالما قريته ليش متضايق؟ هيك شغلة بسيطة. مالك بيا السيرة؟ قلي شو أخبار الشغل؟ إن شاء الله ما في مشاكل. حجي تليفوني بالصباح ما هدي، إجاني 100 اتصال وكل عم يسأل شو الموضوع وشو بدك تحكي. دخلة؟ وأحمد طلع برات الموضوع؟ إيه صار برات القصة، بعد لحاله. شلون يعني لحاله؟ ترك الشغل؟ شو يترك الشغل؟ ما في استغني عنه. أحمد شاب قبضاي ومحامي، له مستقبل كتير مهم. بس هلا ملتقي بقصة خاله. قال جاب ملف القضية القديمة وعم يشتغل فيه. قضية شو؟ قصة خاله بتعرفها أنت. هلا بده ينبشر مشروشة من أول وجديد. مشروشة؟ هذا قرايبك كمان مسلم، بينته عنيد. كل عمره هيك. حبيبتي هذا الحكي اسمه جنان وقلة عقل. انتي عم تعملي هيك لانك متوترة بسبب اللي صار معك، بس مو معناته انك تاخدي قرارات تعسفية بحياتك. اذا قصدك من شان رجعت بابا فلا، انا كتير متصالحة مع حالي بهالخصوص، ومن شان دراستي ما لها اي علاقة بشي تاني. طب مو الاحسن انك تحلي مشكلتك مع ابوكي وبعدين تاخدي رأيه بالقصة؟ بركي عنده رأي تاني هو. قصدك اني استأذنه؟ انا ما بدي اذن من اي حدا بالعالم، هي حياتي، أنا بعرف أختار الشيء اللي بشوفه مناسب لإلي. ما بدي حدا يملي علي أنا شو أعمل وشو ساوي. والمناسب بالله إنك تتركي الطب وتنقلي تمثيل؟ المناسب إني أدرس الشيء اللي بحبه، الشيء اللي بحسه، مش اللي بيحبوا لي يا العالم. هدول العالم اللي عم تحكي عنهم هنن أمك وأبوكي وعائلتك، ما فيكي تتجاهليهم. طيب ريهام حبيبتي مثل ما بدك، هي ببساطة القصة، إذا ما بدك تفوتي معي قولي لي لا وخلصت السيرة. ها؟ شرف الأفندي. ما أغلظت. مرحبا. أهلين. شو أخباركم؟ تمام الحمد لله. هي أختي ريهام. شرفنا. شو بلاقيكي عنا؟ أنا هون بدرس نقد.
والله؟ ريهام مضطرة تروح على محاضراتها. لا ليش تروح؟ إذا بتدرس هون خليها تساعدنا. بنسأل نحن، هي مضطرة تروح. طيب أنا رايحة، وإذا لازمكم شي حاكوني. أوكي. يلا باي. يلا باي. يلا امشي. مو قلت لي على الموبايل إنه في شغلة بدك تقول لي إياها بس تشوفني؟ بحبك؟ بحبك. نمشي؟ لا بنمشي. يعني حضرتك ما بتعرف حدا من اللي كانوا هون؟ طيب ماشي عم، شكرا كثير عزتك، لا تاخذنا، يعطيك العافية. الله يا خال، ما حدا فهمان شيء. قال هاي المنطقة كانت منطقة مخالفات والدولة نظمتها. طيب هلا شو الحل؟ عم نفكر نروح نسأل هنيك، شو رأيك؟ امشي. شرف. هاتي لشوف. سامر أخوكي؟ لا. شلون لا؟ مو ريهام بتكون أخته لسامر؟ بلا، ريهام أخته لسامر. ما فهمت، إنه عم تحزنيني حزورة ولا شو؟ لا، ريهام أختي من أمي وسامر أخوها من أبوها. أمي مو متجوزة أبوها لريهام. إيه سامر أخوها بس من مرة تانية. أعطيني من الآخر، الحجي شو بكن لك؟ جوز أمي. فهمت. تشربي شيء؟ قهوة وعسلية. هلا حضرتك أبو عامر شو معه؟ ما هي؟ إيه نعم. دخيل عينك، قبل ما تتعمر هالبنايات هي، المنطقة بتعرفها منين؟ طبعاً بعرفها، معنا واحد منها. آها. طيب عم جمعة، بتعرف اللي كانوا ساكنين بالمنطقة؟ هلا اللي كانوا ساكنين شي راح منها وشي رجع أخذ فيها، مثلي أنا. كان في وحدة هون بالمنطقة اسمها سلمى مجاهد، بتعرفها؟ طبعاً بعرفها. سلمى أخذت بالبناية اللي بأول الحارة، يمكن أخذت بالأبو. هي نفسها سلمى مجاهد؟ والله هلأ اسم الأخراني ما بعرفه، بس كلها دم نعرف الحجة سلمى. طيب فيك تأخذنا عندها، الله يوفقك. طبعاً، شرفه، تفضل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أمي، يسلم والدين. الله يسلمك. شو ما فيك لي اليوم؟ لا والله يا أمي، اليوم استراحة، بس عم خلص له شغل لحدا من رفقاتي بالكلية. طيب. إيه علينا. شو بدها لسا بتدق لي هاي؟ مين هاي؟ وحدة معدتة أمي. غلط غلطة حياتي وساويت لها الوظيفة ودبقتني. إيوه. والله مو ناقصني. إيوه شو بدها منك؟ شو بيعرفني؟ هي بنت تافهة، غنية، شايفة حالها. لأنه أبوها معه شوية مصاري، العمى شو بكره هدول العالم. ونحنا شو بدنا فيها وبأبوها؟ أنا اللي بيهمني هي ليش عم تتصل فيك؟ مو عطتها وظيفتها وخلصنا؟ مبلا، بس هي يوميتها سمعتني كم كلمة باردة وصار بيناتنا موقف مشان المصاري، فكرة حالها بدها تشتريني. فشرت هي وكل مصرياتها. طبعا فشرت بعينها قليلة الأدب. اسمع ماما، أوعك بقى تتعاطى معها. حبيبي هدول الأغنية بيشوفونا دبان قدامه. ايه امي امي، ابنك وبتعرفيه. خلص ليكا، صار لها 10 مرات عم تتصل فيني منشان اقبل اعتذارها. لو تتصل 1000 مرة لا ترد عليها ابدا ولا تتعاطى معها. انا كثير شفت من مرأة ايامها كنت اخدم بالبيوت. حبيبي في بنات هيك روح قلبهم يتمقطعوا بالشباب اللي مثلك. امي بوس ايدك، هي القصة تبع الشغل بالبيوت نسيلي اياها. يا حبيبي والله مو قصدي قصة، وعم بحكي لك اياها من خوفي عليك. شو عم قلك بدي ارجع بكره اشتغل بالبيوت انا؟ امي احكي لي عن شو ما بدك، بس هديك الايام لا تجيبي لي سيرتها. بشرفي انا ما صدقت على حالي امتى خلصتي من التعب، من التعتير، من الشغل بالبيوت. الحمد لله حبيبي، الحمد لله على كل شيء. وليكك حبيبي كبرت والله جبر خاطري، وان شاء الله يا رب عقبال ما اشوفك اهم مهندس ديكور بالدنيا. إن شاء الله أمي، إن شاء الله. ليش عم يصير معك؟ ما عم بفهم طارق، بحياة الله خلاص، أنا عن جد ماني حابة أحكي بهالموضوع.
لا بدك تحكي بالموضوع لأنه أنا لازم أعرف. بابا رجع. كتير منيح. ليش فاتحة مناحة؟ ميت قصة وقصة. الجو بالبيت كتير متوتر وأمي عم تخانق دبان وشها والكل عم يضايقني وخصوصي رؤوف. ليه هو جوز أمك؟ عشان هيك قلت لك إنه أنا بدي أطلع وأسكن لحالي. والله ما عم أفهم عليكي. ليه لحالك؟ يعني ليه لحتى ما تسكني مع أبوكي؟ طارق إذا ما بتقدر تساعدني قلي، والله ما بزعل. ممكن بلا الحكي اللي ماله طعمي هاد؟ ممكن؟ إذا مشان مصاري بكره بيكونوا عندك. أنا مو مشان هيك عم بحكي. يعني مو قصدي، لا تزعل مني، أنا آسفة. بعرف، أكيد ما رح أزعل منك. بس ممكن تقولي لي ليش ما بدك تسكني مع أبوك؟ لأنه بابا ما كان مسافر. بابا كان محبوس. ليش أنت مو قلت لي إنه كان مسافر؟ لأنه هيك كانوا مفهميني. طول الوقت كانوا عم يكذبوا علي ويقولوا لي إنه كان مسافر. طيب هو ليه كان محبوس؟ مرحبا يا حجة. أهلا وسهلا. أهلين أهلين. ما بدنا نتقل عليكي ها؟ لا دخيل عينك، بس أنا كنت قلت لكم تفضلوا، بس عم ينطفوا البيت. حجة هي قصة قديمة كتير. نحن في كم سؤال عن شركة الخالد اللي كنت تشتغلي فيها، ممكن؟ لك أنا بحياتي ما اشتغلت، طول عمري ست بيت. ليش مو حضرتك سلمى مجاهد؟ لا والله، مين سلمى مجاهد؟ عفوا خالي، نحن عم نسأل على وحدة كانت ساكنة هون قبل ما تتنظم هاي المنطقة، اسمها سلمى مجاهد. سمعاني عنها شي بتعرفيها؟ اسمها سلمى مجاهد؟ والله ماني متذكرة هالاسم. يا ترى كانت مالكة ولا مستأجرة؟ يمكن كانت مستأجرة. أنا دوبي متذكرة كم واحدة من الجيران، بس هذا الاسم ما بعرفه. عفوا بدكم تعذروني يعني. طيب حاجة ممنونك، عزبناك يا عبي الشوم. أهلا وسهلا فيكم، خلي لكم شبابكم. يا الله يخليك، يطول بعمرك. الله يسلمك. يلا بخاطر حاجة. الله معك. الله معك. السلام عليكم. شو خال؟ لسه ما بلشنا. ما بلشنا وسكرت. دخلك؟ هلا إذا سألنا بالنفوس ما بيعطونا عنوانها؟ يعني أنا ما بدي أحبطك، بس يعني حتى بالنفوس ما بيحطوا العنوان بالتفصيل. معناتها رح دور أساعده. يعني بدك تسأل الشوفيرية؟ أخي رح أسأل ليل نهار، رح أسأل كل الناس، لأنه إذا القطر أساعده القطر راس الخيط. خالو انت روح قضي شغلك، انا عندي مشوار ضروري لحالي. اطلع انا بوصلك. لك لا لا خلاص روح. لا الحمد لله نفسيتها صارت احسن، نزلت اليوم على الجامعة هي واختها. اها برافو. دخلة وشو عادة ما بدا؟ امبارح هيك كنت قاعدة عم ددش انا وريهام، ما اكتشفت لك غير يارا عم تسمع الحديث كلياته، والواضح انه فهمت القصة كلياتها وعرفت الحق على مين بكل اللي عم يصير. وشو الفائدة؟ مشكلة ريهام بسيطة وبتنحل. المشكلة عند هذا الأفندي اللي اسمه كمال. ما بيهمني يا اصطفل، أنا ما في شي بالدنيا بيهمني غير بنتي والباقي لا. هذا اللي اسمه كمال ما عم يهدى ولا عم بيكن، ويبدو حابب يلعب بالنار. مثل ما بتعرفي يلي بينكش بالنار مو بس بتحرق، بتحرق اللي حواليه. لك لا حبيبي، بس أنا كتير مستغربة إنه أنت هي أول مرة بتكلفني بسفر برات البلد. خلصنا سهار، خلصنا بقى،
مخي ما له رايق للاخذ والعطاء. ايش كان عندك مشكله احكي؟ انا بدبر حالي يا اختي. 100,000 وحده بتبوس الايادي لحتى تسافر هيك سفره. لك ايه؟ لا ما بدك الا هالقد. شبك عصبت حجي؟ خلص انا طول عمري تحت امرك، وهلا اللي بدك يا بصير. عاد مؤاخذه منك، معلش ما تعزيني، انا اعصابي تعبانه شوي. انا حاسه حبيبي انك تعبان، فيك شيء؟ لك لا، بس في موضوع لازم يخلص، لذلك الله يرضى عليك خليني اشوف شغلي، عندي اجتماع ضروري كثير هلا بعد شوي. طيب عن اذنك حجي، وهي الصور اللي طلبتها مني. سلام. أساساً ما عاد نلحق. لك اجينا واجينا انت الثانية. بس شوفي قديش الساعة، عن جد ما عاد نلحق. ما عاد نلحق كله لأنك قاعدة مع الأستاذ طارق كل هالوقت. معلش فدا. أنا صفيانة ما عم بفهم عليكي شيء، أنت كل ساعة بقى لها فكرة. بس أنا صفيانة كثير عم بفهم على حالي. شو هالتفاؤل هاد كله؟ والله ما عم بعرفك يا ست يارا. بتعرفي لما بشوف ولا طارق بحس قديش الحياة لازم تمشي ببساطة، تتيسر الأمور. يا الله قديش هو حباب. حبيبتي هو عادي، أنت عيونك الحبابة. شبك؟ وين انشكلت عيونك؟ ما بعرف، بس كأني شفت بابا. أبوكي؟ شو بده يجيبه لهون؟ خلص أنت روحي، أنا مو جاي على بالي. روح. طيب حبيبتي ديري بالك على حالك، وإذا لزمك شي حاكيني. إيه؟ باي باي. يكون لونه ابيض ونافش وله تطريز هيك على الداير. حلو 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 كثير. بس حبيبتي قبل ما تدوري على فساتين العرس روحي دوري على هالمضروب اللي راح يوقف جنبك. ليه؟ على اساس انت انظم. صحيح شو صار بالوظيفه؟ اعطيتيها للدكتور؟ وجيته اياها، قام قال لي حلوه ما بها شيء. ها ما بها شيء؟ يا محتاله، الجامعه كلها مطبوله بالحكي اللي حكى لك اياه. ولك يا غليظه، طالما بتعرفي ليش عم تتفزلكي وتسالي؟ أولاً أنت الغليظة، ثانياً بدي أعرف إذا كنتي عم تخبي علي ولا لا. بعدين لازم تعتذري له لمصطفى. حاولت أعتذر له لمصطفى قدام باب الجامعة، قام شافني سامر وتناقرت أنا وياه. لو فوق هيك بدي أقول له لمصطفى بيبطل يرد. شو بروح ببوس إيده يعني؟ لا تقبريني، لا تبوسي إيده، بس يستاهل منك كلمة شكراً بعد كلمة آسفة. لا حبيبتي لا، أنا عملت اللي علي وخلص. هي أسماء السائقين الثلاثة، بس كيف بدنا نوصل لهم؟ او على الاقل نجيب ارقامه. ليش ما نجرب النفوس؟ بركي مغيرين الواقع تبعهم ومحدثين نفوسهم. انا الي قرايب بيشتغل بالنفوس، بساله بركي بيعرف. ليش لا؟ بتعرف بالمعيه هي سلمى مشاهد. كمان سلمى بكره بحكي معه، بس ان شاء الله ما يكون انتقل، نشوف شو بيطلع معنا. هلا انت بكل الاحوال خبرنا شو بصير، اذا ما مشي حاله قريبك ممكن انا اشوف حدا يساعدنا. كمان بصير. بعرف والله بعرف. طيب معناتها طارق انا مو بس من شان هيك، انا بعد ما انا قبلت بالمعهد لازم كل حياتي تتغير. عم تفهم علي؟ فهمت. شو دخل هاي بهي؟ دخل طارق، انا ما عاد اقدر اعيش بهذا المود، مودي كله لازم يتغير، بدي اعيش لحالي. بس على هالحاله انا كمان لازمني بيت، واي طالب بالمعهد لازم يفكر هيك. ايه وين المشكله بقى؟ يا رب فهميني، نحن عايشين مجتمع شرقي، ما راح يتقبل بنت عايشة لحالها. تمام؟ أنا لو كنت عم فكر فيكي بشكل آني ما كنت حكيت هالحكي. يا رأي إذا بتريدي تستوعبيني، أنت بالنسبة إلي مستقبل، أنت الشيء الوحيد اللي أنا عايش كرماله. ما بيهون علي واحد يطلع عليكي نظرة غلط أو يحطوا عليكي شغلة هالقد قدها. طارق نحن ما دخلنا بهدول الناس، بعدين نحن بدنا نعيش مثل ما بدنا ولا مثل ما بدهم؟ اسمع طارق، أنا إذا بدي ضلني عايشة مع أمي وجوزها رح أتقوقعها. تتقوقعي؟ طيب اسمعي يارا، أنا جاهز اللي بدك إياه، بس إنك تعيشي لحالك لا،
لكن على شو عم تقلي جاهز للي بدي اياه؟ اسمعي، تتذكري رفيقتك لين اللي كانت اخذه بيت قريب منكم؟ ايه. سكني معه. اذا ما رضيت؟ ليش لحتى ما ترضى؟ انت رح تدفعي معه نص اجار البيت، بالعكس رح ترضى. طارق، انت احسن زلمه بالعالم. هلا اسمعي، لا كثير تاخذي تعطي معي، احكي معي، اذا وافقت اعملي لي قلو، انا جاهز. الله يطول لي بعمرك يا رب. اسمعي يا رب، بحكي معك شوي تاني يمكن اجي عالم. وانا بحبك، يلا باي. عرفتي انه مالي علاقة وتركتيني. انا ما بعتك، انت اللي تخليت عني. كمان بحبك، بحبك والله العظيم بحبك. صار له ساعة واصلين، هلا اجوا. فتت سألك، موضوع كثير سهل، فينك تنقلي فورا. هلا؟ لكن بكره عامل لك هلا. طيب شو الاوراق المطلوبة؟ ولا شيء، طلب خطي منك لإدارة الجامعة، تنقلي معهد علي فنون مسرحية قسم تمثيل، خلص. لك أحلى طروقة. طيب هلا شو؟ هلا شو؟ قهوة؟ قهوة. يعني بس بدي افهم لوين عم بيروح. هلا لما حكيت معه قال لي ليه رح يوصل بالتاكسي، بس ليجي بفهم. امني يلا انا رح سابق اقولك. ماشي انا رح افوت بدل اوعي وارجع لعندك، خذ راحتك. كيف القهوة؟ ايه نضال، بدك شي؟ لا ما في شي، بس عم بتطمن على القهوة. اطمن، القهوة منيحة. أنا بحبها للقهوة. اتركها للوقت. صاروا 25 سنة، ما عاد في وقت. بس في أمل. نضال، يعني انت شايف المشاكل كيف عم تجينا ورا بعضها، بس اقول لك شغله، خليك واثق، اذا انت بتحب القهوه فالقهوه بتحبك. معناتها هالمره القهوه سكر زياده ما؟ اكيد. ليش عم تنبش الماضي يا كمال؟ ولا لخليك تنبش قبرك بإيدك. عم تحط راسك براسي؟ رح ورجيك شلون رح كسر لك هالراس. العالم كلها بدها توقعني، ما في غير سامر. كل ما عجلت بجوازه من بنت أبو المجد، كل ما خلصت اللعبة على بكير، وساعتها بفضلك يا كمال. والله لجيب راسك الأرض. أنا بس بدي أفهم هاي المشاوير الصباحية لوين؟ وين عم تغط؟ شو صار معك بالنفوس؟ شو هاي الساعة اللي أنت عم تصير معك زين يا كمال؟ ماشي الحال ماشي الحال، 20 سنة سجن رطوبة وقهر، شو بده يطلع معي؟ إيه لازم نشوف دكتور؟ ما في حاجة، بالعكس هلا بتحسن أكثر من أول، الدخان تركته كمان. شو صار بالنفوس قل لي؟ أعطيته الورقة للزلمة وقعد يشوف.
ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اهلين اخي. تفضل استاذ. اهلين خالو. اهلين احمد. رأو. شو رأو؟ عامل فيها رجل وطني. اوف من امتى؟ الله عليكو نزل مقال طويل عريض انه هو لاقت صفقة لحومات فاسدة وبده يفضح المتورطين. يعني قلبه كتير على الناس؟ قلبه على الناس؟ عنده استعداد يحرق قلوب الناس كلياتها كرمال مصلحته. بس يا خوفي يكون مخبي من ورا هاي القصة شغلة كتير كبيرة. يا لطيف. عجبت ليهام أنا كتير مبسوطة، ما بتتخيلي شو عم حس؟ حاسة حالي عم أخلق من جديد، لك طاقة إيجابية، كيف بدي أشرح لك؟ حاسة حالي إني صرت شي، شو عم بحكي مع حالي أنا؟ شو بدك يعني؟ زقف لك على هالمسرحية اللي عم تعمليها؟ خلص، الله يهنيكي ويعينك على جنانك، ناقصني جنان أنا. ولك حتى وأنتي معصبة بدك تقللي أدب؟ هاتي لشوف احكي لي شو صاير معك؟ أحمد شو بو؟ أكيد بكون ملتهي بطلعت خاله. ستي الله يهنيهم ببعض. لا مو شرط خاله، هو المهم يلاقي أي شي بالعالم يبعده عني. يعني حتى لو ما في قصة أبوكي كان رح يلاقي له شي قصة هون أو هون. طيب شو رأيك أحكي معه ونروح مشوار؟ مو لا يفضى بالأول؟ لك إيه ريهان بس أنت لازم تتحركي شي كل فترة والتانية. يعني هو الله يعينه وضعه صعب، ويلو شغله ويلو خاله. أنا ما رح دق له. ليكي معلش انت تدقي له؟ قولي عليكي شو حقودة؟ الله يعينه عليكي يا بومة يا بومة. ابن خلاصة. ليكي شو رأيك تطلعي تشوفي ماما إذا رح تخلينا نطلع مشوار؟ وتعي خبريني لحتى حاكي أنا. طيب يلا جهزي حالك انت يلا روحي. شو خلال؟ قال ترك القرنة من زمان ورجع على ضيعته، حتى ضيعته ما حدا بيعرف وينها. روق خال الا ما تفرج. ها هيا يارا رد علي يا ركان رد، يمكن صاير معها شيء. يا زميرة والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني حوالين الشام. شو هالعزايم الحلوه هي. برجع بخبرك، ما بعرف شو بصير معي يعني. طيب ليكي حضروا حالكم استنوني برات الحارة نص ساعة وبكون عندكم. يلا باي. معقول انت عم تقلي روح وقتها هاي؟ خالو والله هي فرصة مناسبة تقعد انت ويارا لحالكم تحلوا القصة. لا لا خالو لا. هي قالت لك جيب بابا؟ شفت؟ خلص روح انت ودير بالك عليها. طارق؟ أنا عندي شغل ضروري وبدي سافر حبيبي. على حمص؟ لا على إيطاليا. إيطاليا فرط ضخة. شو ظاهر وسعتوا علاقاتكم العامة؟ أرهف خلي إخواتي بفوتوا لجوا حبيبتي. خلصتوا أكل؟ يلا على الغسيل. لك حاجة بقى، حاجة كل ما حكينا بموضوع بتاخده بمسخرة. أنت بدك تتفاهم معي ولا بدك تتخانق؟ لا حبيبتي أنا ما بدي أتخانق وأنا فهمان كل شيء، بس الشغلة الوحيدة اللي أنا ماني فهمانة إنه أنت ليه عم تخبريني قبل بوقت؟ يعني هو بالعادة جنابك بتسافري وأنا بدرة تاني يوم. عم خبرك لأنه أنت رجال البيت اللي المفروض إنه أنا بعتمد عليه، المفروض إنه أنت بتدير بالك على أخواتك بغيابي، وبطل هالسلبية اللي بتتعامل فيها. لك تعامل معي مرة واحدة بالحياة. شبك طارق؟ سلبية؟ ممكن جنابك تقلي لي شو ممكن أتعامل بطريقة إيجابية مع طرح سخيف مثل هاد؟ شو رايحة تساوي بإيطاليا؟ رايحة مع الحجي؟ لا رايحة لحالي. لحالك؟ ممكن أعرف شو رايحة تساوي بإيطاليا لحالك؟ عندي شغل. هلأ أنا مو هاد كله اللي بيهمني، اللي بيهمني إنه أنت تعرف وتطمن إنه ما في شي من كل الأوهام اللي براسك موجود. ارتحت هلأ؟ لك يا يارا ليش أنا شو اللي عم يشغلني عنكم غير ركضي مع أبوك ليل ونهار؟ ليش شوفي شو صار؟ يا ستي أبوكي قرر يفتح القضية من أول وجديد. وشو رح يستفيد من هاد كله يعني؟ قال هو بده يوصل للحقيقة كرمالك. كرمالي أنا؟ ليش يعني؟ ها انتي ما بتعرفي قديش غالي على أبوك.
هو كل همه هلا بالحياه انه يوصل لحقيقه يقدم لك اياها مشان تكوني انت مرتاحه. بس لو تشوفي كيف كان شكل عيونه لما عرف انه انا جاي اشوفك. لك شو بقى ابو حميد؟ صار لازم مين يوصيك ها؟ بسكوتي؟ شو بك زعلانه؟ والله منيح فديت لي سيد احمد، عن جد كتر خيرك، مالي عرفانه اني كيف بدي اتشكرك انه تنازلت وطلعت بوشي. ولك انا ما بنشغل عنك لحتى افضى لك. ما في حدا شاغل بالي غيرك، فهمتي؟ والله يلا تحاك علي بكلمتين مثل العاده، هبله لاني انا جدبه ما؟ انا هذا الوضع ما عاد يمشي حاله معي. رح اختنق رح اموت. لك ريهام معلش يارا، تركيني قولي لي بقلبي. لحظه يارا لحظه. تفضلي قولي اللي بقلبك. هي بدي اقول لانه صار لازم اقول. انت انسان عديم المسؤوليه وما عندك احساس، ما بتفكر غير بحالك. هي الحاله بينصبر عليها يوم واثنين وثلاثه وعشرة، بس الموضوع كل ماله عم بيزيد ويزيد. بدل ما راكد عم بتساعد العالم وعامل لي حلال مشاكل، روح ساعد حالك وساعدني. اعطيني شغله واحده بس عملتها كرمالي او مو كرمالي، كرمال الشيء اللي بيننا. ولا شيء، انت ما عملت اي شيء، انت قاعد وناطر هيك شيء حل من السما. في داعي تشرح ولا في داعي تبرر ابدا؟ تعرف ليش؟ لاني انا بعرف وتعودت ان يكون اخر اهتماماتك، اخر حدا بتفكر فيه. للاسف ما لي ناطر منك اي تبرير، لانه هي الحقيقه. مالي شايف بنات هيك، ما طالع لهم لا حس ولا خبر. ايه لانه هن راحوا مشوار لعند رفيقتهم، يعني ريهام حبت تطالع اختها مشوار، ما تقول الا وصلوا. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لك يا مخلوقه، كم مره نبهتكم لا تتاخروا برات البيت؟ الدنيا ليل والبلد وضعه بتعرفوه منيح، ولا كلامي ما حدا بيستعبره يعني؟ مو هيك القصه يا حجي، زعلت على اختها وطالعتها برات البيت. رؤوف إذا أنت خايف تكون يارا عم تشوف كمال، ففيك تسترخي من هالناحية. بعد الحكي اللي حكيته معه مستحيل تفكر تشوفه. لك يا أختي آمنت وصدقت ما عاد بدها تشوفه، بس تأخير برات البيت ما في، ما في. أنا هيك نظامي. خير خالو. شو لساتك غرقان بالاوراق؟ ما طوشت. في شغله بالتحيات ما بتدخل مخي. شو بك خالو؟ شايفك متضايق. يارا صاير له شيء؟ لا لا يارا منيح. قل لي فيها شيء. خالو شو بده يكون فيها يعني؟ ما بعرف. الا ما يكون في شيء قصه بحياتها، هي صبيه وصغيره. لا لا خالو اطمن. يارا مو من هالنوع. بعدين اي شيء رح يصير معها انا اول حدا رح تلجأ له. بس المشكلة بريهام. خنقته؟ زعلانة، يعني ورجعت عادت لي نفس القصة. لا خالو لا، الله يرضى عليك، أنت لازم تلاقي حل. خالو كيف؟ يعني أنا إذا قدرت أقنع أمي، أبوها وأمها مستحيل يقتنعوا. وأصلاً مو هذا اللي زعجها. يعني أنا بعرفها منيح. هي مشكلتها إنه أنا مشغول عنها وبس. الحق معها خالو، أنت هالكم يوم انشغلت معي. ومن حقها إنك تكون جنبها. مو بتحبها؟ بحبها. بس والله خالو انت ما دخلك. هي طول الوقت هيك، كل ساعة عقلة شكل. خلص واضحة. هي اللي بتحبك. وهي طريقتها لتعبر قديش بتحبك. بدها اياك إلها وبس. من كم ليلة من كم يوم واحنا منستنى دا اليوم، من كم ليلة من كم يوم اشتقنا ليك. بدك ايه خلصنا بقى؟ خلص اذا بتريد رؤوف، اذا بتريد. اذا بتريد ضراب السخن شبكي اخي تعبانة، بدك تسمح لي منيح؟ شي
شكله طلعت كمال، خربت لي حياتي. ايه شو علي؟ ماشي. تنطر عمر لتحاسبه.